لمتابعة الأخبار وكواليس النجوم زوروا موقع كلاكيت الفني www.clacketnews.com. أتمنى أن أنا أتكرم من مهرجان كبير زي مهرجان دير جاست وده يعتبر أول تكريم ليا ففخور بيه جدا الحمد لله. عايزين نتكلم بس المشهد الدفع ده أقطع حدود مصر كلها. استعداداتك انا شايفها كنت منهار بجد. انا طبعا المشهد اثر فيا لان انا كنت عايش المشهد قوي وكان لازم اعمله كده عشان يطلع بالطريقه دي. الحمد لله انا مبسوط جدا انه عجب الناس وان كنت حد حسن ظن الناس لان ده مشهد مهم ليا وكان لازم يطلع باحسن صوره فركزت فيه الحمد لله ويا رب افضل دايما الناس مبسوطه يعني بشغل امسكولي. شايف ان المسلسل كان نمبر 1 السنه دي؟ يعني ما اقدرش اقول على المسلسل نمبر 1 بس مسلسل يعني كل مسلسل بيبقى نمبر 1 في عين جمهوره فالمسلسل اتشاف بنسبه كبيره جدا الناس كلها شافته جميع الطبقات جميع المستويات كل جميع الاعمار كل الناس شافت المسلسل فالحمد لله المسلسل نجح جدا بس نمبر 1 دي مش انا اللي اقولها يعني جسديا كان متعب ليك شفناك بتتدرب وبتلعب حديد وبتلعب. يعني اشتغلت طبعا لان كنت لازم لان انتوا زي ما شايفين احمد العوضي ما شاء الله جسمه حلو فكان لازم ابقى قريب على الاقل طبعا ما اعرفش ابقى قريب بس كنت لازم اقرب شويه من اللي هو عنده اللي كانت ما بينك وما بين العوضي هو جميل وكان بيساعد دايما ودايما واقف جنبي حتى انا لما كنت ببقى في حاجه محتاج اعيد مشهد محتاج كده كان هو بيبقى دايما بيسبورتني جدا فهو شخصيه جميله طبعا بوجه له كل الشكر من هنا. يعني في ناس بقى خلاص يعني انا جيت انزل صور بعد كده هو انت عايش مش عارف الناس متفاجئه وبعدين الناس بتشوفني يعني في ناس متفاجئه ان انا عايش بجد انا مش فاهم الناس خدت الموضوع جد يا جماعه الناس مش بتحاسب دلوقتي لسه عايز اعرف اللي قتلوك طبعا مفيش حد منهم نجح على السوشيال ميديا مين يعني اذا كان احمد ولا مصطفى مين فيهم اللي اتبهدل جامد يعني مصطفى سالم اكتر حد ده لان هو فكره ان انا بستنجد بيه هو بياني دي اثرت في الناس قوي فدي ضايقت الناس انا فكره الغدر دي بتاثر مع الناس قوي نهاره طبعا نهاره طبعا لان ما شايفين ابنهم بيتعذب يعني انا اتضايقت انا اللي عامل المشهد واتضايقت فاكيد امي اكيد كانت منهاره وجدتي وكده كله كان متضايق قوي. طب الاستاذ عمرو كتب المشهد ده ازاي واستحمله ازاي ما يعني هو كتب الدور المشهد لمالك مش لابنه يعني فقدر يكتبه عادي.